حضرتك دلوقتي بتشوفي الأفلام الجديدة اللي موجودة مثلا في السينما اللي هي طبعا 3D، البعض بيقول إنه هي مفترض إنها أفلام مقدمة للأطفال في الأساس، لكنها قد تحمل بعض التوجهات أو الأفكار المنافية لنا. صحيح. وقد تحمل أيضا يعني نوع من العداوة للآخرين. هل ده حقيقي؟ وحقيقي ده في التلفزيون بيتعرض في الأفلام المدبلجة أفلام كرتون بتدعي وبتقول علينا إن مش إحنا اللي عاملين الحضارة بتاعتنا. أيوة، الحضارة الفرعونية. الحضارة الفرعونية. التوجهات الغريبة بتاعت المثلية الجنسية مثلا. أيوة. بقت أحيانا متضمنة في الإنتاج للأطفال. أيوة. أيوة. يعني ده شيء خطير فعلا. أيوة طبعا، ما هو عشان كده صعب قوي على الاهالي اللي بتسيب اطفالها قدام التلفزيون تشوف اللي تشوفه، وتروح هي تعمل اي حاجه وتسيب الولاد قدام التلفزيون يتلقوا. خلاص ده بيترسب عندهم معلومات قد تكون في منتهى الخطوره في للمستقبل، لانه هيتقبل المواضيع وهتبقى طبيعيه بالنسبه له. ده غير ان الدبلجه طبعا زمان كانت الدبلجه كلها باللغه المصريه. ايوه. وكان عندنا اساتذه كبار قوي في الدبلاج. وديزني نفسه كان بيكرمهم من يعني كتر الناطق ينطق باللهجه المصريه. ففي فتره ابتدوا الشركات تدبلج باللهجات الخليجيه. ايوه. رجعوا تاني يخلوا الانتاج والدبلجه باللهجه المصريه. لان لقوا الاقبال عليها اكتر والبيع عليها اكتر. فيعني احنا في ما بندخل في حاجه وبنعمل حاجه بجد، مش بهزار، بنشتغل بجد. ولما بنحب نعمل حاجه بنعملها حلو. يعني في جوده وعندنا اساتذه. أيوة. سواء في الدبلجة أو في الأداء التمثيلي، أو عندنا زي ما تقولي عليهم أصحاب صنعة. أيوة. إحنا ننتبه وننتج اللي يشرح. يعني إحنا نشجع على الأخوة والصداقة والإنسانية، اللي هي كل الحاجات المثالية الإنسانية اللي في الأديان ببساطة جدا وعائلية جدا، بحيث إن الطفل يستوعبها ويفهمها وتبقى هي دي اللي بترسخ عنده في ضميره وفي ثقافته. ايوه. يعني مش اقعد متلقي واقول شوفي بيعملوا فينا ايه، شوف بيقولوا علينا ايه. طب ما تعمل انت. يعني كتب التاريخ مثلا اللي يعني بتقدم لاطفال المدارس حاليا بتتكلم مثلا عن التاريخ المصري الصحيح. ممكن هذا الطفل المصري هو نفسه قدام الشاشه يجد فيلم يقول عكس ذلك. بالظبط. انه ليس المصريين القدماء هم صناعي الحضاره المصريه. بالظبط. ايه اللي اكتر تاثير عليه؟ المفروض ان احنا ننتبه لده، والانتاج ينتبه لده، والمنتج يعني ما يبقاش كل غرضه ان هو يمشي مع الموجه او يمشي مع الرايج اكتر، ويفكر ويقول ان ده مستقبل. ان اللي انا بعمله النهارده هيربي اولاد وهيكبر اولاد ويبقى عندهم افكار. شوفي انت لما بتقري كتاب وانت طفله بيقعد معاكي قد ايه؟ بالتالي ده أكتر، مشاهدة التلفزيون ومشاهدة الكرتون مؤثرة أكتر من القراية. لأن دي صحيح. صورة أنت شايفاها، ولون وحركة. ولون وحركة. فمفروض يبقى فيه وعي، يبقى فيه يد عليا، يبقى فيه إنتاج دولة.